في قناتي أنا الرياضية والنمر الوردي. اليوم معنا بنعمل المهرج من الصلصال. المكونات: فتاحة الصلصال، سكينة الصلصال، وعيون صغيرة، صلصال أحمر، صلصال أزرق، صلصال أبيض وأصفر وأخضر وبرتقالي. نخرج الصلصال الأحمر ونطرحهم على جنب ونعمله كده. نفتحه الآن، نقطع الأجر والأيدات المعد زائد. بنفسح هنا الأيدات، بنطلعهم لفوق ونزيد أيدات. بنقطع نجيب الصلصال الأبيض، نقطع شوية ونكورهم علشان الأيدات. الآن بنفتحه عشان الوجه. بنجيب العيون ونطرحها نجيب الأنف ونطرحها نجيب الفم نجيب الصلصال الأصفر عشان الشعر
شعر مهلبج، بنجيب من اللون الأخضر شوية عشان الزرار. بنجيب الصلصال الأصفر عشان الجزمات. ولا تنسوا أن تعملوا لايك شير سبسكرايب. للقاء.